مرحبا. مرحبا بك بنت. بس لاباس الحمد لله. أتمنى أروح. فوزي زرعي قيمعة. نحكي اليوم في سبب عزوف التلاميذ عن توجه إلى شعبة الرياضيات. شوف، هو في الحقيقة مهوش عزوف، إنما هروب، وفي علاقة معناها بضعف نتائج في البكالوريا في شعبة الرياضيات. اش معنى؟ ثم نسبة كبيرة من التلامذة تمشي لشعبة الرياضيات، لكن من بعد يفيقوا برواحهم، ما عندهمش معناها إمكانيات باش يواصلوا. هذا تقريبا أكثر موضوع فيه فساد المنظومة التعليمية بوزارة التربية. يعني مش نعطيك، أنا مثلا خلينا باكلونسيان ريجيم، ما كانتش شعبة الرياضيات، كانت المات سيونس، مات تكنيك، ما كانتش المات وحدها. دونك هذايا حتى الوزارة ولا المتفقدين كاينه مقصودة باش يخرجوها للمتاجر الشعبة هذه بالذات. اثنين، ما أنا نعطيك اللي قاعد صاير، أنا عندي بنتي كيف مشات شعبة الرياضيات وبدلت اقتصاد وتصرف. كي نحكي معاها تقول لي الأستاذ داخل المعهد ما عنده ما يقدم، أما البرة في اليوتيوب يقدم. اليوم اللي يقرأ شعبة رياضيات ما أقلش من 400-500 ألف يوتيوب في الشهر، ما أقلش. واللي قاعدين ينجحوا في شعبة الرياضيات مجهود شخصي، لا ولا لا مجهود أساتذة، لا مجهود وزارة، لا مجهود حتى شيء. دونك شعبة الرياضيات هي شنية؟ هي شعبة كما الشعب الكل. وبالعكس مادة الرياضيات، أنا متمكن من مادة الرياضيات كما برشا ناس. إذا كان ثم أستاذ فيه جانب أخلاقي ورجولي وما يغيبش، هذا مفقود اليوم. اليوم أنا نعطيك أسرار، ثم درس اسمه تريونغ دو باسكال، حتى كان يسمعوا فيه المتفقدين ولا كان يتقرا، هذا ليتود فونكسيون نتاع العمليات. ما عادش يتقرا، تعرفش علاش؟ خاطر كي يتقرا التلميذ يولي يخدم وحده، ما عادش في حاجه للاستاذ. انا نحكي مع متفقد يقول لي راهو فقد من الاستاذ، ما يقروش باش يبقى ديما التلميذ في حاجه للاستاذ في ليتود. دونك سي توت ان سيستم تاع اجرام وتاع معناها فساد رهيب. المتفقدين ما همش يتابعوا في الاساتذه اللي يقريوا في ماده الرياضيات في بكالوريا الرياضيات. البرنامج كيف فيه نوع من الحشو. لي سيري انت امشي نهج الدباغين ومشي نهج انجلترا، التلامذه تشري في لي سيري وحدها، يبيعوا في لي سيري ويقراوا وحدهم. دونك والغريب الاستاذ اللي يقري بكالوريا مات في ليسي معين كتحب حتى نسمي لك، ما يعطيش في القسم ويغيب عليهم ويهزهم المدارس خاصة ويقري غادي الشهر ب 300 وب 400 وب 500 ألف. صعبة الرياضيات بالمعهد الثانوية في تونس مهددة بالانقراض. هو كل شيء مهدد بالانقراض، حتى البشر مهدد بالانقراض، مش صعبة الرياضيات. إنما صعبة الرياضيات ما عادش ثم تلامذة تنجم تكمل تقرا فيه. هاني كما كنت نحكي لك الباز ضعيف. يجيهم السادسة حتى من الابتدائي راه. التلميذ مش ما يعرفش الحساب، ما يعرفش يكتب اسمه. انا تلميذ يقرا في الكوليج ما يعرفش يكتب اسمه، هو ما يعرفش يكتب اسمه تقري فيه في المات، ومن بعد تقول له معناها شعبة رياضيات وشعبة علوم تجريبية وشعبة جيستيون، ومن بعد ما ينجحوا يقصوا. دونك ماهيش هي اللي مهدده، يلزم الوزارة تراجع المحتوى، تضغط ولا تفرض على المتفقدين باش يلعبوا ادوارهم، تحل حرب ضروس على الدروس الخصوصية خاصة في المواد هذه. أنت شعبة الرياضيات ثم زوز مواد مميزة اللي هم المات والفيزيك. كي نقول الفيزيك ما يتخدم إلا بالمات، دونك ديما نرجعوا بالمات، واللي ما يقراش المات ضيع في الفيزيك وفي المات. أنا نعطيك حتى في التوجيه، في مجالس التوجيه آخر العام تبي المحاباة. عملية توجيه المدرسة والجامعي غير كافية لإقناع التلاميذ والطلبة لاختيار شعبة الرياضيات؟ التوجيه الجامعي والمدرسي إن شاء الله من خلالكم، أنا نحب نبلغ صوتي كقيم عام، الله يرزيك فيهم الأستاذ نتاع التوجيه، سامحني في الكلمة، صدقني ما يخدموا في حتى شيء، يجوا يرموا الأوراق ويخرجوا، وكان مش متلافز شوية ياخذوا معلومات كيفاش يتوجهوا، أما اللي مكلفين بالإعلام والتوجيه تقريبا ما يخدموا في حتى شيء، ويكذبوا عليكم. حتى اللي يجيبوا فيه في التلفزه هذاك راه ضرر مدى العينين، يجيبوا حيط زعما يخدموا، وهما الاف ومئات ياخذوا في شهري على حساب التلميذات وما يوجهوش، مش فاهمين. هو شنو الاستاذ نعرفوه، منه استاذ نتاع عربي يعمل التوجيه في المات وفي المول، هو بيدهم مش فاهم. دونك مغلوطه، مش هذا الموضوع في التوجيه، الموضوع
يلزم نأهلوا الأساتذة، نفعلوا المتفقدين، نراجعوا المحتوى، ومش الرياضيات بركة، الشعب الكل، شعبة الإعلامية، شعبة التقنية، هيك يقول تقنية فيها رياضيات، إعلامية فيها رياضيات، اقتصاد تصرف فيها رياضيات، دونك علاش صحيح علاش الرياضيات بالذات؟ خاطر هي المادة الكوما ولا المشتركة في جميع الشعب تقريبا. هل سنفقد العقل الرياضياتي؟ شو أنا ما نخش باش نفقدوا العقل الرياضياتي، أنا ما غادي نخلقوا في عقل إجرامي مع الأسف الشديد. أنت تلميذ عامل كيف ومن بعد كذا يقرأ ولا يقرأ في الشيمي وفي الفيزيك هكا يعملوا في المولوتوف ويعملوا في القنابل، دونك حتى الرياضيات اللي من المفروض يوظفها في المصلحة وفي الواحد ما ثمي مع الأسف الشديد. نحن كمدرسة نخلقوا في المجرمة، أنا نحكي لك بكل صراحة، شو الناس كل تعرف، الوزارة تعرف، إن شاء الله نداء للسيد وزير الجنس سي محمد علي البغديري، رد بالك من المديرين العامين ومصطاف نتاع هاو جودة العملية، راهو غرف مظلمة وفيها متاجرة وفيها معناها، أما آخر اهتمامهم التلميذ والتعليم. نحن في الأمر المنظم للحياة المدرسية سي البغديري أنه في الخلاصة باش خاطر الموضوع طويل برشا، التلميذ هو محور العملية التربوية، لكن مع الأسف الشديد اليوم الأسعد اليعقوبي والنقابات هي محور العملية التربوية. مع الأسف الرياضيات هو الأسعد اليعقوبي وهي النقابات. أنا أعطيك نصيح، خلينا نقول لك كلمة ولو أنها توجع شوية، لا هي لا بالرياضيات لا بالآداب لا بالتلميذ لا بالولي، التلامذة عايشة على المخدرات والعنف المدرسي والتسيب والانفلاتات، رضيوا في النقابات. اليوم في كل مؤسسة نقابة هي اللي تسير وتحكم. اليوم المديرين في سي البغديري كيف نوجه نداء، وما عندناش مديرين داخل المؤسسه، ما هو من المفروض المدير هو البشير. انا قبل قريت خدمت مع مديرين يطلع للقسم ويحضر في بلاصه المتفقد ويراقب. اليوم كان مدير يتكلم يطردوه النقابات. اليوم ما عندناش مديرين، علاش؟ خاطر هي خطط وظيفيه، استاذ مكلف بالعمل الاداري تحت كلاكل النقابات وكلاكل الاساتذه يلبي لهم في رغباتهم بس. زايد نحكيو على الرياضيات وعلى علوم الحياه والارض وعلى الفيزياء وعلى الكيمياء. قبل كنا عندنا كيف تدخل كيمياء برك الناس تبدا تحكي في القاوعه الكيمياء، تدخل الرياضيات كانت الرياضيات كانت اخر حاجه، كنا مهتمين بالفيزياء والكيمياء. توا الرياضيات معناها حتى ينجحوا بها نتاع دوباج وضغط ويتود، ومن بعد كي ينجح ما عادش ينجم يكمل. مع الاسف الشديد، دونك موضوع كبير، هذه الملفات اللي يلزمها تتحل، غياب المتفقدين زاد هو اللي مؤثر على عزوف التلامذه في شعبه الرياضيات. خلي لك كلمه الختام. كلمه الختام، سيد الرئيس قيس سعيد بعث المجلس الاعلى للتربيه ندانا انه يبعدوا النقابات على المجلس الاعلى للتربيه، راهي كان دخلت النقابات راهو خرب. المجلس الاعلى للتربيه يلزم تدخلوا اهل الذكر والخبراء ويخدم المواضيع هذه، بس الزمن المدرسي، المواد، العنف الكذا، النشاط الثقافي والرياضي، في بالك انت الضغط نتاع مسلطة التلامذة، اساتذة الرياضة عام كامل يعدوه تيران براتيكابل ياخذوا في الشاري وما يخدموش، اساتذة المسرح ممثلين في التلفز وما يمشيوش جدول اوقات تتخدم على قياس لوتود وعلى قياس النقابات، دونك المجلس الاعلى للتربية بعد بين ظفرين حاجة اسمها الطرف الاجتماعي في تونس، راهو ما عندناش لا طرف اجتماعي لا طرف اقتصادي، راهو هذه هي البيروقراطية وهذوما هما اللي يهلكوا البلاد. قصة. شكرا.